ارتري التاني الكبير اللي اسمه كومن كاروتيد ارتري. الكومن كاروتيد ارتري انا عندي اتنين كومن كاروتيد، عندنا ليفت كومن كاروتيد ورايت كومن كاروتيد. هنرسم الارض اللي بيمشوا عليها، ادي الثايرويد جلاند، الثايرويد كارتريج عفوا، الثايرويد كارتريج بوصفه اكبر كارتليج من الستة كارتليجز اللي بتمثل اللارينكس، والكارتليج الاخراني من تحت اللي هو الاسود ده لون اللي هو الكريكويد كارتليج، امتداد اللارينكس باجزائها المختلفه هي كارتليجنس تيوب اسمها التراكية، مستخبية او ماشية ورا المانوبيا مسترناي اللي هو اول عظمة من عظام الاسترنم. طيب الكومن الارش اوف اورطة، الارش اوف اورطة زي ما احنا عارفين كان اداني الليفت سبكليفين ارتري، وده كان فوق شوية مكانه طالع فوق، لكن انا بعته حبة من هنا علشان ابين الليفت كومن كاروتيد ارتري. يخرج الليفت كومن كاروتيد ارتري من الارش اوف اورطة عند نفس النقطة تقريبا اللي خرج من عندها الليفت سبكليفين ارتري، هيمشي ده البيجيننج، هيمشي الكورس بتاعه ستريت at the sides of the تراكية وينتهي عند الابر بوردر اوف ذا ثايرويد كارتليج، وهيتفرع للفرعين اللي تيرمينال برانش زي ما نحكي بعد كده. ده بالنسبه لليفت كومن كاروتيد. اما الرايت كاروتيد مثله زي الرايت سبكليفين، ما كانش خارج من الارش اوف اورطة، انما كان خارج من برانش منه وامتداده اللي هو البريكيوسيفاليك ترانك اللي هو اسمه الثاني الاقل شهره والاقدم اللي هو الانومينت ارتري. يمشي الرايت كومن كاروتيد كاروتيد ارتري على الرايت سايد اوف التراكية وبينتهي عند نفس النقطة اللي انتهى عندها الليفت كومن كاروتيد عند الابر بوردر اوف ذا ثايرويد كارتليج. بعد كده ده كان الرايت سبكليفين ارتري، يبقى كده ده البيجيننج والاند اوف ايتش اوف ذا تو كومن كاروتيد ارتريز. ماذا عن الريليشنز اوف كومن كاروتيد ارتري؟ السوبرفيشال ريليشنز، ده الكومن كاروتيد ارتري. السوبرفيشال ريليشنز انا عندي فيه ثلاثه ستراكشرز يحملوا اسم سوبرفيشال ستراكشرز، كان السكن وتحت من السكن السوبرفيشال فاشيه، وتحت من السوبرفيشال فاشيه الديب فاشيه، دي بتغطي الكومن كاروتيد ارتري. احنا قطعناها هنا علشان نبين الاذر ستراكشرز اللي بتعدي اوفر، بتعدي اوفر يعني ماشيه سوبرفيشال تو ذا كومن كاروتيد ارتري. انا كان في عندي ثلاثه ستراكشرز اخرى يحملوا اسم استرنو، لاحظ وجه الشبه بين الانتيريور ريليشنز اوف ذا كومن كاروتيد ارتري اند انتيريور ريليشنز اوف ذا فيرست بارت اوف سبكليفين، ما هو الاثنين في نفس المنطقه السبكليفين هنا، فاللي مغطي السبكليفين من الناحيه ديت مغطي ايضا بدايه الكومن كاروتيد ارتري. ثلاثة ستراكشرز اللي بيحملوا اسم استرنو كانت من فوق الاسترنو ماستويد، الاسترنو ماستويد ناقصه هنا او، الاسترنو ماستويد تحت منها الاسترنو هايويد، تحت منها الاسترنو ثايرويد، ثم اتنين فينز من فوق السوبيريور ثايرويد فين ومن تحت الميدل ثايرويد فين، دول كانوا من الفينس درينج اوف ذا ثايرويد جلاند وهم رايحين في اتجاههم ناحيه الانترنال جاجولار فين. ثم في بعد كده بتنفصل ماشي عليهم اوبليكلي هي السوبيريور بيلي اوف ذا اومو هايويد ماسل. دولت كانوا مجموعة الاستراكشرز اللي بتمثل السوبرفيشال ريليشنز اوف ذا كومن كاروتيد ارتري. طيب ماذا عن الديب ريليشنز او البوستيريور ريليشنز اوف ذا كومن كاروتيد ارتري؟ ده دايجرام للفيرتبرال كولوم في منطقة السيرفيكال ليجيون من C1 ل C7 تحتها الفيرست وثراسك. ده ترانسفيرس بروسيسز اوف ذا سيرفيكال فيرتبري. العضلة دي كان اسمها لونجاس كولاي. العضلة دي كان اسمها سكالينس انتيريور. وده كان الارش اوف اورطة، والارش اوف اورطة كان طلع لي الليفت سبكليفيان، من هنا هيطلع الليفت كومن كاروتيد. لاحظ البوستيريور ريليشنز، احنا قلنا ان في الريليشن اوف سبكليفيان ارتري كان الكومن كاروتيد قدام، معنى كده ان السبكليفيان بوستيريور، فاول بوستيريور ريليشن ناخدها من تحت هو وجود البيجيننج اوف ذا ليفت سبكليفيان ارتري في البدايه بتاعته ماشي من تحت الليفت كومن كاروتيد ارتري، ادي اول واحد. تاني ستراكشر كان هو جزء من السكالانس انتيريور ماسل. ثالث ستراكشر الترانسفيرس بروسيسز اوف ذا لوور سيرفيكال فيرتبري. رابع ستراكشر هو برانش كان خارج من البرانش اللي كان خارج من السبكليفيان
ارتري اللي هو الفيرتبرال ارتري. انا رسمته هنا في الناحيه اليمين اوضح شويه من ناحيه الشمال، الشمال اهوت، فنجد الفيرتبرال ارتري ماشي بيهايند واخد نفس اللون، فرسمته في الناحيه الثانيه اهوت ومنه ماشي في بدايته تحت الكومن كاروتيد ارتري. دول الاربعه ريليشنز او الاربعه ستراكشرز اللي بتمثل البوستيرور ريليشنز اوف ذا كومن كاروتيد ارتري. الكومن كاروتيد ارتري بينتهي عند الابر بوردر اوف ثايرويد كارتريج بين سي 3 وسي 4 او عند مستوى سي 3 وبيتفرع لفرعين اثنين، انترنال كاروتيد يمشي على خط واحد معاه واكسترنال كاروتيد بيمشي خارج للاوتر سايد عشان يغذي الهيد اند نيك. ده كانت الريليشنز البيجيننج والاند الكورس ريليشنز البرانشز لو وجدت اوف ليفت كومن كاروت ارتري. الا ان في بعض الاحوال احب اقول ان السيرودا ايما ارتري كان بيطلع من الارش في اورطه، وفي احوال قليله جدا بيطلع من الكومن كاروت ارتري وهو رايح في طريق يغذي للثايرويد جلاند. طيب البرانش الارتري الثالث اللي هو اسمه انترنال كاروتيد ارتري، عاوزين نتكلم على الانترنال كاروتيد ارتري من ناحيه البيجيننج والاند وريليشن والبرانشز بتاعته. الانترنال كاروتيد ارتري ده كان الكومن كاروتيد ارتري. الكومن كاروتيد ارتري انتهى عند مستوى الثايرويد كارتريدج، هيتفرع لفرعين اثنين، هيتفرع ليه اكسترنال كاروتيد ارتري اللي هيدخل في الباروتيد جلاند وطالع منه مايل عليه، اما الارتري اللي طالع معاه في نفس مستواه هو الشريان بتاعنا اللي اسمه انترنال كاروتيد ارتري. البدايه يخرج الانترنال كاروتيد ارتري من الكومن كاروتيد ارتري عند بدايته عند الابر بوردر اوف ذا ثايرويد كارتريج عند مستوى تقريبا سي 3، يمشي ابوردز في النك ماشي ستريت كورس، ستريت كورس في منطقه النك، ثم ده الفيرست بارت. الانترنال كاروتيد له اربع بارت، بارت في النك اسمه سيرفايكال بارت، بارت تاني في البتروس بارت اوف تمبرال بون اسمه انترا بتروزال بارت، البارت التالت كان قاعد بداخل الكافيرنس ساينس اسمه انترا كافيرنس بارت، والبارت الرابع بعد ما عدى الكافيرنس ساينس ومشي فري انز كرينيال كافيتي اسمه انترا كرينيال بارت. موضوعنا دلوقتي اللي هو السيرفايكال بارت اوف ذا انترنال كاروتيد، تعالوا ناخد السوبرفيشال ريليشنز اللي ماشيه على سطحه. هنا الانترنال كاروتيد ارتري، تعالوا نشوف مين هي الاستراكشرز اللي ريليتد له من قدام وعلاقتها بالاذر اناتوميكال استراكشرز. اللي هيحدد لي الاستراكشرز الريليتد سوبرفيشال انترنال كاروتيد هي عضله اسمها البوستيريور بيلي اوف دايجاستريك. هذه العضله كانت الحدود الخلفيه للدايجاستريك تريانجل، والعضله ديت كانت ماشيه مغطيه كل من الانترنال كاروتيد والاكسترنال كاروتيد. تحت منها كان في مجموعه استراكشرز مغطيه الانترنال كاروتيد، وفوق منها كان في مجموعه استراكشرز مغطيه الانترنال كاروتيد. مين هي الاستراكشرز دي؟ رقم واحد، ثلاثة سوبرفيشال استراكشرز يحملهم اسم سوبرفيشال اللي هم السكن والسوبرفيشال فاشيا وتحت منها الديب فاشيا. نلاحظ ان الاستراكشر ديت وهي ماشيه كانت مغطيه الكومن كاروتيد ومغطيه من الناحيه الثانيه السبكليفيان ومغطيه من فوق بدايه الانترنال كاروتيد ارتري في السيرفايكال ريجون، يبقى دي طالعه لحد فوق بس انا قطعتها هنا. طيب في استراكشر ثانيه كان في عضله بس العضله دي واحده بس، كانت الاسترنوماستويد ماسل وهي في طالعه في طريقها للانسرشن كانت عامله كفرنج ماشيه سوبرفيشال لبدايه الانترنال كاروتيد ارتري. طيب بعد كده في عندي تو فينز، واحد من فوق واحد من تحت اللي هم اللينجوال فين والكومن فيشال فين زي ما احنا شايفين في هذه الرسمه، ثم في وان نيرف اللي هو الهايبوجلوسال نيرف اللي هو الكرينيال نيرف رقم 12. يبقى نقول وان نيرف، وان ماسل، تو فينز، ثلاثه سوبرفيشال استراكشرز، يبقى واحد واثنين ثلاثه وواحد أربعة والثلاثة مع بعض دول سبعة structures بيكونوا الـ anterior relations of the cervical part of internal carotid في الجزء اللي قاعد تحت الـ posterior belly of digastric. طب ماذا عن الجزء الأعلى؟ في structures مشتركة بين الـ internal carotid والـ external carotid. مين هي الـ structures ديت؟ هنقول one soft tissue structure اللي هي الـ one gland، one bony structure اللي هو الـ stylob process، تو ماسلز خارجين منه ستايلو جلوسس وستايلو فارينجياس،
ثم تو نيرفس كانوا ماشيين سوبرفيشال للانترنال كاروتيد. النيرف الاولاني اسمه جلوسوفارينجال نيرف الملازم للستايلوفارينجال ماسل، والنيرف التحتاني كان اسمه الفارينجال برانش اوف فيجاس نيرف. اذا هناك ست ستراكشرز هتمثل السوبرفيشال ريليشنز اوف ذا بارت اوف انترنال كاروتيد اللي كان قاعد فوق البوستيريور بيلي اوف ذا جاستريك. كان هما 1 جلاند 1 بون 2 ماسلز 2 نيرفز. 1 جلاند اللي هو جزء من الباروتيد جلاند، 1 بون ستايلود بروسس، 2 ماسل ستايلوجلوسس وستايلوفارينجيس، 2 نيرفز الجلوسوفارينجيال كرينيال رقم 9 والفارينجيال برانش من الفيجاس نيرف اللي هو رقم 10. دي كانت السوبرفيشال ريليشنز اوف ذا سيرفيكال بارت اوف انترنال كاروتيد ارتري. طيب ماذا عن الجزء الثاني اللي هو اللي اسمه انترا بتروزال بارت، السكند بارت اوف انترنال كاروتيد ارتري اللي كان ماشي في الكاروتيد كانال اللي قاعده انسايد ذا بيتروس بارت اوف تمبرال بون. ادي عندي البيتروس بارت اوف تمبرال بون، ورا منها الماستويد انترام، ده عباره عن كافيتي قاعد في الماستويد بروسيس. الماستويد بروسيس قدام منه البيراميدال شيبد بارت من التمبرال بون اللي اسمه البيتروس بارت اوف تمبرال بون. البيتروس بارت اوف تمبرال بون او الجزء الصخري من عظمه التمبرال بون كان اللاترال بارت عباره عن كافيتي، جواه كافيتي اسمه الميدل اير كافيتي، وكان الميديال بارت كان ميديال بارت كان الانترنال اير. بقى في كانال قاعده بداخل البيتروس بارت اوف تمبرال بون واسمها كاروتيد كانال، لها فتحة من بره ولها فتحة من جوه، ماشية كورس معين داخل ماشي بداخله الانترنال كاروتيد ارتري. في الرسمة دي عندي ده الماستويد انترام اللي هو الكافيتي اللي قاعد انسايد زي ماستويد بروسيس، وادي البيتروس بارت اوف تمبرال بون. اللاترال سايد اللي هو الميدل اير كافيتي قاعد بداخله الميدل كافيتي، وده بقية البيتروس بارت اوف تمبرال بون اللي كانت في نهايتها الفورام اللاترام، يبقى بالتأكيد العظمة اللي هنا في المنطقة ديت هي بالظبط البودي سفينويد بون. تعالوا نشوف الانترا بتروزال بارت اوف انترنال كاروتيد، يعني الجزء من الانترنال كاروتيد اللي ماشي في الكاروتيد كانال، يعني الجزء من الانترنال كاروتيد اللي قاعد انسايد ذا بيتروس بارت اوف تمبرال بون. الانترنال كاروتيد بعد ما خلص منطقه النك دخل في الكاروتيد كانال، مشي الكورس التورشوس اللي احنا شايفينه ده، دي فتحه الكاروتيد كانال اهي، ودي الفتحه من الكاروت الثانيه من الكاروتيد كانال اللي قاعده فوق الفورة من اللاسيرام. هيمشي الانترا بتروزال بارت تورشوس كورس فورورد زين ابورد زين فورورد، يغادر الكاروتيد كانال اباف ذا فورة من اللاسيرام، يمشي فوق الفورة من اللاسيرام بس ما يعديش من خلاله، ده يمشي عليه لان الفورة من اللاسيرام مسدود بكارتليج في الليفنج انديفيديوال، مش محترق الا بشويه ايميشرفين، انما الانترنال كاروت ارتري ماشي مغطي من عليه. دي كانت الريليشنز اوف ذا او الكورس بتاع الانترا بتروزال بارت اوف انترنال كاروتيد. بيعطي برانشز في هذه المنطقه هما تو ارتريز، اول ارتري بيغذي الميدل اير اسمه كاروتيكو تمبانيك ارتري، والبرانش الثاني كان طالع منه رايح للتيروجويد كانال اسمه ارتري اوف ذا تيروجويد كانال. نتذكر ان كان في هناك برانش اخر من اللي رايح للتيروجويد كانال اسمه ارتري اوف ذا تيروجويد كانال، ده ارتري تو ذا تيروجويد كانال. الارتري الاولاني اللي رايح للتيروجويد كانال كان ارتري بي، يا ترى كان فاكرين خارج منين؟ بالظبط كان خارج من الثيرد بارت اوف ماكسيلري ارتري، انما الارتري التانيه اللي رايح للترجويد كانال كان خارج من الانترا بتروزال بارت اوف انترنال كاروت ارتري. احنا ما ذكرناش البرانشز اوف ذا سيرفيكال بارت اوف انترنال كاروتيد، هناك القاعده الشهيره اوعوا تنسوها ان الانترنال كاروتيد ارتري في منطقه النك، يعني السيرفيكال بارت doesn't give any branches in the neck، لكن البرانشز اللي خارجه من الانترنال كاروتيد كان اتنين في البتروزال بارت منه، وهتشوف الباقي رايحين طالعين منه وفي اي مرحله. المرحله الثالثه من مراحل الانترنال كاروتيد اللي اسمها انترا كافيرنس بارت. انترا كافيرنس بارت يعني جزء من
من الانترنال كاروتيد اللي ماشي في الكافرنس سيل. لو رجعنا للرسمه اللي فاتت بسرعه هنجد ان الانترنال كاروتيد هنا مش فوروردز. احنا قلنا هنا بقى البيدو سفينويد وقاعد على السايز اوف ذا بيدو اوف سفينويد الكافرنس ساينس، هيدخل الانترنال كاروتيد في الكافرنس ساينس ويمشي المرحله الثالثه اللي اسمها انترا كافرنس بارت. عايزين نشوف الانترنال كاروتيد ازاي مشي داخل انسايد ذا كافرنس ساينس وعلاقته بالديفرنت ستراكشرز الموجوده. ده دياجرام للكافرنس ساينس اللي اتكلمنا عليه وهنتكلم عليه في الكرينيال كافيتي بالتفصيل بعد كده. بالنسبه لي الكافرنس ساينس كان الانترنال كاروتيد ارتري اخترقوا من تحت ثم مشي في تورش واسكورس بالمنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي ده. لو تتبعنا هذا الكورس نقول كده دخل للكافرنس ساينس فروم بيلو اند بيهايند، مشي فوروردز ثم مشي ابوردز اكروس ذا كافيتي لحد ما يخترق الروف. هيطلع من الروف يمشي باكوردز اكروس ذا روف، يعني يمشي على الروف لورا ثم يصعد بعد كده ابوردز وينتهي بانه يتفرع للترمينال برانشز الانتيريور والميدل سيربرال ارتريز. ده كان الكورس اوف ذا انترنال كاروتيد ارتري انسايد ذا كافرنس. هنا السؤال الشهير اللي بيحبوا يسالوه في الشفوي، مين الارتري اللي ماشي جوه فين؟ الارتري اللي ماشي جوه فين هو الانترنال كاروتيد ارتري لايز انسايد ذا كافيتي اوف كافرنس ساينس. طيب هنا ارتري ماشي جوه فين لحكمه الهيه. ايه هي الحكمه الالهيه؟ الكافرنس ساينس ده المصرف الرئيسي للفي اللي هو الفينس درينج اوف ذا كرينيال كافيتي. المصرف ده محتاج مضخه تشفط وتطرد البلد. المضخه اللي بتشفط وتطرد البلد هي البلسيشن اوف ذا انترنال كاروتيد ارتري في السيستول والدايستول، يعمل كونتراكشن وريلاكسيشن فبتشتغل كقوه شفط وقوه طرد للبلد المتراكم بداخل الكافرنس ساينس. طيب بدي حكمه وجود الارتري جوه هذا الفينس ساينس. ده كان الكورس. ماذا عن البرانشز؟ بيديني اثنين برانشز يغذوا البيتيوتري جلاند اللي قاعده في هذه المنطقه فيسموا البرانشز هايبوفيزيال. هايبوفيزيال لان البيتيوتري جلاند الاسم العلمي لها هايبوفيسيز سيريبراي، فيسموا الارتريز اللي رايحه تغذي البيتيوتري جلاند هايبوفيزيال ارتريز. واحد من تحت هو الانفيريور هايبوفيزيال والثاني من فوق اللي هو السوبيريور هايبوفيزيال ارتريز. طيب ايه علاقة الانترنال كاروتيد ارتري بالستراكشرز الاخرى اللي قاعدة انسايد ذا كرينيال انسايد ذا كافرنس ساينس؟ الكافرنس ساينس احنا كنا عارفين ان اللاترال وول بتاعه كان فيه اربعة كرينيال نيرفس امبيدد داخله، امبيدد مدفونة داخل اللاترال وول. ايه علاقة وفي نيرف اخر كان ماشي فري، ايه علاقة الانترنال كاروتيد بهذه الستراكشرز؟ ده الكافرنس ساينس. ده السوبيريور اوربيتال فيشر، تبقى هنا الليسر وينج اوف ذا سفينويد بون. الارتري بتاعنا اللي هو الانترنال كاروتيد كان ماشي تورش واسكورس انسايد ذا كافرنس ساينس، كان مشي الاول فورورد بعد كده طلع ابورد اخترق الروف، مشي تاني رد باكورد ثم طلع مره اخرى ابورد ثم انتهى بانه اتفرع للتو تيرمينال برانشز. طيب هو ماشي متعلق في هذا الكافيتي او هذا الفينس ساينس كان ريليتد للاترالي لاربعه نيرفز. الاربعه نيرفز دول كان السيرد كرينيال اللي هو الاوبلوموتور كان ماشي على اللاترال سايد، وكان في بعدين الفورس كرينيال اللي هو التروكليور، وكان في اثنين برانشز من الفيفث كرينيال اللي هم الاوفسالميك نيرف والماكزيلاري نيرف. الثلاثة الأولانيين كانوا دخلهم في سبيل الأوربيتال فيشر في طريقهم إلى الأوربت، أما الرابع اللي هو الماكزيلاري اللي هو الموست الانفيريور ستراكشر اللي امبيدد في اللاترال وول وريليتد للإنترنال كاروتيد فغادر الكافرنس ساينس ولم يتجه إلى الأوربت. ده دخل فين؟ دخل في الفورم الروتندم في طريقه إلى التريجو بلاتين فوسا أوتسايد ذا كرينيال كافيتي. دول أربعة نيرفز، ففي نيرف واحد أخير كان ماشي ملازم للإنترنال كاروتيد الفلور اللي هو السكس كرين اللي هو الأبديوسنت، ماشي لاترال لو إن ذا فلور ثم يمشي فورورد ليخترق الأنتيريور وول أوف ذا كافرنس ساينس ويطلع منه على السوبيريور أوربيتال فيشر. دي كانت الخمسة نيرفز اللي ريليتد وكانت أكمبنت
في نفس الوقت للانترنال كاروتيد ارتري انسايد ذا كافيرنس ساينس. بالشكل ده احنا نكون خلصنا الاربعه بارتس اوف ذا انترنال كاروتيد ارتري، سيرفيكال بارت اللي ما بيديش اي برانشز، ثم الانترا بتروزال بارت، فالانترا كافيرنس بارت، اما البارت الرابع اللي هو الكرينيا الانترا كرينيال بارت ده هناخده مع النيورو اناتومي ونتكلم على برانشز بتاعته اللي هو الجزء من الانترنال كاروتيد اللي بعد ما ساب الكافيرنس بارت.